ازيكم عاملين ايه؟ منكوشه وهواجبي مش موجوده ومن غير ميك اب من غير اي حاجه، بس عشان هنتجهز سوا مع بعض علشان هروح هالوين بارتي مع خد شيبي. فحطيت بقى مانيكير اسود عشان استعد دلوقتي اعمل ميك اب وشعري واوريكم لبسي وكل الحاجات دي. المكان اللي احنا رايحين اسمه بولاريس مول، ده موجود في التجمع، وهفك شعري وانا بقول لكم التفاصيل. احنا كنا بندور على اي حاجه نروحها في الهالوين وكده، ولقينا الصفحه دي ظهرت لنا على فيسبوك عادي، فهو عباره عن مول، فهو من غير فلوس ولا اي حاجه، والميزه ان هو مول مفيش ناس كتير قوي تعرفه، فما اعتقدش انه هيبقى زحمه بقى ومليان حاجات غريبه وشباب اندر ايدج والحاجات دي، لو يعني حد ما بيحبش كده زي يعني مش قصدي حاجه الاندر ايدج، بس في نوع اندر ايدج معين هو اللي اقصده بصراحه. اكيد كلنا متفقين ان هو مش ألذ حاجه. فالمهم احنا هنروح المول ده، فانا هتجهز معاكم دلوقتي واوريكم الميك اب والشعر بتاعي وانا بعمل. فكيت الضفاير وهسيب شعري كده ينفش كده مع نفسه وابدا اجهز وشي بقى. انا حطيت الصن بلوك بتاع ابو بانا، بس انا ما استخدمتش اللوشن، استخدمت الجل، بس انا سندته في حته مش عارفه سندته فين بصراحه. وبعد ما سبت الصن بلوك يمتص شويه هبدا ان انا احط برايمر، هستخدم بتاع ميناو، وطبعا باين ان انا بحبه وخلصته وفاضل فيه الحبه دول، الحته دي فاضيه مش ده البرايمر، يعني هو برايمر سيليكون كده بس عشان بيدي شكل حلو وفينش حلو للبشره وللمسام، فهبدا ان انا افرده كده على وشي وبسيب البرايمر على وشي ينشف شويه دقيقه كده ولا حاجه البشره تمتص. يجي بقى الخطوه اللي بعد كده، كل مره بحط كونسيلر وحاجات كده، بس لا المره دي عايزه احط الفريش تنت بتاع ميبيلين عشان هو خفيف قوي. حطوا بقى اي بيبي كريم اي سي سي كريم ايا كان، يعني ده في اس بي اف 50. هو دلوقتي الشمس ابتدت تريب اسرع، بس يعني لازم احط صن بلوك، وهستخدم ده عشان يديني كفرج خفيفه نفس الوقت كده ايه يديني لون. هو الدرجه بتاعته تحسوا انها اغمق مني، بس هي مش اغمق قوي، هو قالب ميه من ساعه ما رجعت من السفر، تحسوا ان هو اتفصل عن بعض ودي حاجه مضايقاني جدا، بس يعني لسه زي ما هو عمال بقى ينزل ميه وحاجات غريبه كده. عامه انا مش بحب احط كتير، انا مش بعرف اصور وانا بحط ميك اب على فكره. هوزعه كده على وشي اقول لكم بوزعه ازاي. الدرجه بتاعتي رقمها 2 ماشي. المهم بقى انا هوزع، بستخدم الفرشه دي من ذا بودي شوب، كانت عندي من زمان قوي. المهم هبدا ان انا اوزع، انا بحب الفرشه دي عشان هي بتوزع في نفس الوقت بحس انها مش بتمتص قوي من البرودكت، وبحب جو انها ايه كده بقى ماشي. فانا بحط دلوقتي فاونديشن وهبدا اوزعه على وشي كله، هوريكم بعد كده بعمل ايه. بصوا اللي انا حطيته ده بتاع ميبلين ده نفس درجة بشرتي بالظبط، تحس ان هو حاجة سيملس كده كأني مش حاطة اصلا اي حاجة، وده اللي انا بحبه بصراحة. حتى لو انا هحط فيهم حاجة اكتر من الكونسيلر زي ما انتم شايفين، والفرشة دي كمان اي هاتوا اي فرشة تكون شكلها كده مبططة كده، هتلاقوا انها بتظبط معاكم الدنيا. وكونوا غسلين بقى كويس، متنسوش طبعا عند العين، العين هظبطها بس مش دلوقتي. المهم يعني انا مش عارفة كنت بقول ايه بس مش مهم. المهم يعني بحب ان انا انضف بعد كده الفرشة قبل ما اشيلها. واللي بحب اعمله ان انا باخد بيوتي بلندر، بس اللي هي المبططة دي بتاعت الفاونديشن والكونسيلر، عشان لو في اي زيادات او اي خطوط تتطبطب كده وتتشال وتبقى حلوة. بصوا ده كده بيبقى شكل البشرة، كاني حرفيا مش حاطة حاجة بس شكل بشرتي احلى. بعد كده استخدم التنت بتاع ايتود هاوس، هو ممسوح ومتبهدل بس عشان انا مدمنة للتنت ده، واخترت اللون الاحمر، انا معايا منه الاورنج كمان بس انا هحط الاحمر عشان يعني هالوين بقى وكده، احط منه حتة والحق ادمج عشان خاطر ايه هو لما بينشف بيطبع بقى، فانا مش بحب كده. والباقي بحطه على عيني بالمنظر ده. بعد كده نحط كمان في الناحية التانية، وعايزة احط بصوا في الحتة اللي في النص دي عشان يعني هالوين بقى وكده. في العادي بحط في الجزء اللي فوق، بس يعني مش عارفة ايه علاقة ده بالهالوين، بس محسسني ان هو كأن عندي لون احمر مثلا. ده كده 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 بحاول اخلص بسرعة عشان هو لو جه واستناني وقعد يقول لي دخلتني، بس هو مش بيقول لي حاجة الصراحة، بس يعني مش عايزة احسده. بس كده 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 ده كده البلوش بتاعي. هنيجي بقى لخطوة التثبيت، هستخدم بتاعت ام ان برضو، درجتي فيها 3 تقريبا اعتقد او 3، المهم 3 اهو. اللوس باودر انا بنصح اي حد يستخدمها تمام، سواء بيحط ميك اب او لا، لانها الدرجه كمان 3 اللي بتكلم عنها دي او اي درجه شفافه عامه بتثبت بس مش بتعمل اي حاجه تانية، وبتخلي بشرتكم هي هي. وهستخدم فرشه بدل ما استخدم الاسبونج عشان عايزه الشكل يبقى طبيعي قدر الامكان بالشكل ده، وبثبت كمان فوق عينيا
نحط وثبت بقى وشي كله. هنيجي بقى لخطوة الاي شادو، والخطوة دي قعدت محتارة انا هعمل ايه، فهستخدم بتاعت بريتي وومن دي شكلها، هاخد منها اللون البني ده بصباعي عادي جدا ولا اندهاش يعني، وابدأ ان انا احط كده عند كسرة العين. مش عايزة اعمل بقى اي شادو كتير وكده، ومش هعمل ميك اب لوك فظيع يعني، بس هدي لنفسي شكل. وبعد كده هاخد من الباليت دي، اي باليت عندكم يكون فيها الالوان ده، لو انتوا عايزين تروحوا حاجه في الهالوين، على فكره لسه الهالوين كمان بكره، النهارده 31 ويوم 1 اكتوبر، بالمناسبه عيد ميلادي في اكتوبر. المهم بالفرشه العبثيه اللي جايه معاها عادي، هاخد انا شايفه الالوان وانا قلعه النضاره، بس يعني هاخد اللون اللي هو اللون وتحس ان هو على بينك برجندي كده، وابدا ان انا اوزع. مش عايزه اعمل لوك جامد قوي اللي هو يبوظ شكل عيني، لان انا اصلا هلبس نظاره بعد كده ونضارتي سودا، فمش عايزه شكل غريب يعني. فبحط كده كده كده، ممكن اخد بصباعي على طول علشان احس ان اللون شكله يبقى واضح. استخدموا نفس الدرجتين ده لو انتوا عايزين تقلدوا نفس اللي انا بعمله، وبالفرشه كده عشان مش بعرف اعمل العين اللي تحت بصباعي كده. اي عيني انا ببص ومقربه للكاميرا قوي عشان انا الصراحه مش بشوف، اعتقد كده كويس. اخر خطوه خالص بقى عشان ابلند الهبل اللي انا عملته ده، مش دي اخر خطوه، بس كده اخر خطوه بقى، وهي اللي انا هجيب بلندنج براشو زي كده وافضل بقى ايه ادمج الهبل اللي انا عملته اللي هو درجتين في بعض ده وخلاص، واعمل كده اي منظر يعني، مش هعمل حاجه مهوله قوي بما انه يعني هالوين وكده. نيجي بقى للخطوه المهمه اللي بعد كده، وهي البلوش اللي بعد البلوش اللي حطيناه هنا. ليه؟ لان انا عايزه اثبت الدرجه ده اولا، ثانيا عايزه اللون يبقى باين اكتر كده يعني. ففي صوت حاجات غريبه مش عارفه نفسنا سامعينه، مش عارفه استخدم انهي درجه بلوش، بس غالبا يعني هستخدم دي. ليه بقى دي؟ دي بتاعت فيونيتشي من وايت سينما. السبب وهو ان الدرجه لايقه على اللي انا حاطاه في عيني ده اولا، اللي كان بالمناسبه ممكن احط ده في عيني يعني، هتستخدموا اللي انتوا عايزينه، بس يعني ابوريكم الدرجات. هاخد بايديا مش هاخد بفرشه، وابدا ان انا ادمج. خدوا بالكم ان هو بيجمنتد زياده، فما تعكوش الدنيا بيه قوي. هوريكم الاوتفيت بتاعي في الاخر يعني، هلبسه وهوريه لكم كل حاجه، ولو خدش بيه ريدي يطلع في فيديو هطلعه، لو مرضيش خلاص بقى عشان مش هقدر اغسله. بس على فكره احنا على انستجرام موجودين، مش فيديوز برضو صور، عشان هو لحد دلوقتي لسه مش مختار ان هو يطلع، فمش عايزه اعمل له حاجه غصب عنه احتراما للبرايفسي بتاعته. بس كده، ايه رايكم؟ جامد. هواجبي بقى الكارثه الكبيره. اول حاجه طبعا لازم اثبت شعر هواجبي اللي مش موجود اصلا. مش شايفة، بس اهو هستخدم بتاعت ايتيد هاوس اثبت بيها شعر حواجبي. هروح اعملها واجي عشان مش شايفة. ثبت شعر حواجبي اللي مش موجود، فدلوقتي هحط ايلاينر وماسكارا، ويكون التثبيت ده نشف، لان شوية برودكت بتاع ايتيد هاوس بيبقى بياخد وقت على ما بينشف، فاحط دول وارجع له. دلوقتي بقى هملى حواجبي عشان دي اكبر كارثة، بالام ان برضو بس قربت اخلصه اصلا. بالفرشه بتاعتي هامله واجي لكم عشان برضو مش عارفه املا كده. مليت بقى حواجبي على خفيف كده عشان جلدي ملتهب، هقعد بقى اظبط في شعري والبس الاوتفيت بتاعي واوريه لكم. هوريكم كده شكل الفستان اللي هلبسه، كنت جايباه وانا مسافره ده، هوريكم كده وانا بصف الاخر يعني ماشي. وهلبس تحتيه الشراب عشان قصير شويه، اللي هو بتاع شي ان المتبطن ده، عارفينه اللي هو لونه بيبقى جاي كده الوان كتير، بس انا جبت الاسود وبيبقى متبطن كده من جوه عشان الجو بالليل هيبرد، وفي نفس الوقت فستان قصير مش هقدر مش كده. فهلبس كده واوريه لكم، واوريكم كمان الساندل اللي هلبسه. ده كده الشكل، لسه ما حطيتش الليبستيك بس بحب احطه لما اخلص خالص هو البرفيوم وكده. ثواني اوريكم من تحت، انا كنت هلبس اصلا جزمه مختلفه بس حصل حادثه، الجزمه كان شكلها وحش جدا فاضطريت ان انا اغيرها. استنى اوريها لكم. دي اصلا مش بتاعتي، بتاعت ماما، هي اصغر مني بس لايقه على الطقم. وده شراب البطانه عشان ما نبقاش زي مدام رانيا يوسف. دي بطانه. لبست القرون الشريره بتاعتي، معايا واحده حمراء واحده سودا، كنت جايباهم وانا مسافره في امريكا، كده هتلاقوها في مصر بس مش عارفه فين. والفاينل انك ده هستخدمه عشان بيماتش شويه الميك اب بتاعي كده.
هو لو ترج بيبقى اتقل، بس انا بحبه يبقى تقيل. انا مجرد انا كده بس هظبطه بقى واجيب. ده كده شكل الاوتفيت. اقرب شويه عشان مش عارفه ايه لازمه العمود اللي في النص ده. هنا بقى كنا في العربيه ورايحين في الطريق، وكنت برخم عليه وعماله اقول له فين الدبله بتاعتي عشان لسه ما لبسناش الدبل، بس جبنا الشبكة بس لسه ما لبسناش دبل ولا عملنا اي حاجه. وبس هو كان سايق بيشرب سجاير، محدش يشرب سجاير. اوكي.